النهارده معانا الأوبل كورسا ال21 في تجربة القيادة، هنسوقها وسط المدينة على الطريق السريع ونشوف تجربة التسارع كمان. يلا بينا. قبل ما نبتدي العرض ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان ما يفوتكمش أي فيديو، ولو كمان عايزين تعرفوا كواليس القناة ادخلوا على انستجرام. من حوالي أسبوعين كنت استعرضت لكم الأوبل كورسا البيضة بالسقف الأسود لو فاكرين في معرض أوبل، وشفنا المساحات والخامات واتكلمنا عن المواصفات وعملنا كل حاجة، وما كانش طبعا فيه عربية تجربة، وعشان كده أحب أشكر عمر جايب لي العربية أول لما استلمها. مش عارف أقول لكم إيه، عمر واقف ورا الكادر أهو وواقف تحت الضلة بس مش عايزينه يتحر قوي. وأحب أشكر دايما الناس اللي بتتعاون معايا من القناة، بجد أنتوا يعني بتخلوا دايما الواحد مبسوط إن هو عامل التجربة دي كلها وبيقابل أحسن ناس وألذ ناس كمان. فالنهاردة بس هنعمل تجربة القيادة وسط المدينة، قيادة على الطريق السريع، وطبعا لازم نعمل تجربة التسارع. بيقولوا 8.7 من 10، احنا عايزين نجرب، احنا ملناش دعوة. بما ان موجة الحر انكسرت والجو بقى ألذ شوية هفكركم تاني بالعربية. العربية هاتشباك، هي والبيجو ال 208 نفس العربية بالظبط، بس دي عليها البدلة بتاعت أوبل والتانية عليها البدلة بتاعت بيجو. موتورها 1200 سي سي 3 اسطوانات تيربو، بيطلع 130 حصان و 230 نيوتن متر من العزم، واصلين على ناقل الحركة الايسن الست سرعات الاوتوماتيك. التعليق الامامي بتاعها طبعا ماكفيرسون، والخلفي متصل كابل تورشن بار. زي ما قلنا بيقولوا التسارع من 0 ل 100 8.7 من 10. العربية مفروض خفيفة والعزم والهورس باور هيبقوا يعني مفروض فايقين على العربية، الا لو ناقل الحركة هو اللي كان ايه معصلج التجربة، ولكن طبعا هنعرف. احب احيي عمر على لون العربيه المميز، تمام، وعامل فيها ابجريد صغير جدا، حاطط ستيكر هنا بدل النيكل، فخلى الحته كلها مسوده، بقى شكلها في رايي الخاص احلى قوي، بالذات الازرق مع الاسود بقى ايه، ومفيش حاجه اطعاب النيكل. برضو افكركم هنا الكاوتش المشلان البايلوت سبورت، اللي هو كاوتش مميز جدا، 205 45 و17 بوصه، هنشوف هيدبدب ولا لا، وهيأدي اداء الرياضي اللي احنا متوقعينه ولا لا. طيب يا جماعه، عمر صاحب العربيه، هنسوقها وسط المدينه كده ونتكلم مع عمر. عمر بقاله مستلم العربيه 10 ايام. هنشوف الانطباع كمان بتاع عمر عن العربيه. اول انطباع عندي انا انها بتدبدب. البايلوت سبورت، الكاوتش البايلوت سبورت بروفايله 45 205، والبايلوت سبورت فردة متميزة، يعني انها بتاعت اداء رياضي، فهتحسن قوي الثبات بتاع العربية، بس في المقابل هتدفع تمن وشوية دبدبة. واضحة فعلا في شوية دبدبة واضحة، يعني الكاوتش نفسه مش عايز يمتص المطبات كويس. ولكن عربية صغيرة وخفيفة وفيها كل مواصفات الهاتشباك التقليدي. طيب اولا في كام مغالطه انا بسمعها كتير على العربيه. العربيه دي مش موتورها موتور الاسترا يا جماعه، ده الموتور الثلاث اسطوانات ال 1200 التربو اللي موجود زي ما قلنا في ال 208 في ال 2008 في الدي اس 3 في الكروس لاند، بس بيطلع قدره اقل. في الدي اس 3 بيطلع نفس القدره، وال 2008 بيطلع نفس القدره برضو اللي هي 130 حصان و 230 نيوتن متر من العزم. موتور الاسترا 1400 تربو 4 اسطوانات، وده اللي فيه القصه المشهوره حاليا وملناش دعوه بيه، عشان يعني قريت كذا تعليق ان الناس متلخبطه. لا ده حاجه وده حاجه، والموتور ده كنت قلت لكم قبل كده ان مفيش منه مشاكل تذكر عالميا. انا ما براجعش السوق المصري عشان دول برضو ما زالوا جداد علينا، العربيات الثلاث اسطوانات بالمواتير دي. فانا بقول لكم من بره التقارير العالميه الاكبر، عشان واحد يعني يقدر يوصل لمعلومه اقيم، فما فيش منه مشاكل. دي حاجه. واحده من الحاجات الغريبه ان العربيه دي ما فيهاش سبورت مود، مفروض كانت تبقى فيها سبورت مود، ولكن العربيه خفيفه جدا، وزي كل المواتير الثلاث اسطوانات كنت جربتها. ولو اتفرجتوا على الريفيو بتاع تجربه القياده بتاع 2008 كنت قلت لكم ان هم الحته الجزء التحتاني في الار بي ام بيبقى كان الموتور مش موجود معاك، يعني لازم تدوس عليه وتطلعه من الحته دي عشان تاخد منه اداء، ولما بتاخد منه اداء بتاخد منه اداء في حاله العربيه دي ما
المفروض يبقى كويس جدا. فلما هم يقولوا 8 و7 من 10 انا مستعد اصدق الرقم ده، لان العربيه خفيفه وصغيره يعني. طيب بالنسبه للكرسي ايه رايك يا عمر؟ انت بقالك ساعه اكتر مني 10 ايام، قول لي انا شايف كرسي حلو مريح. مريح والرؤيه طبعا هاتش باك، طبعا انت معتمها خالص محدش شايف اي حاجه من ورا، بس بس انا هنا مش عامل حاجه، لا مش عامل حاجه من الجناب كويس الحمد لله. ما اعرفش بقى اللي بيفيموا الازاز اللي جنبهم دول بيشوفوا ازاي، بيعمل لك فتحه قد كده حاطط فيها تلسكوب فاهم. هو بيجرب بيشوف فين هي دي المرايه ولا دي، ما فهمش انا الحكايه دي خالص بتلخبطني. واللي بيبقوا عاملين كده لما ببقى سايق جنبهم ببقى ببعد قوي عشان متاكد ان هو مش شايف. احطها في مانيوال مود، ولذيذ قوي المانيوال مود لو انت طولت هي بتنقلك يعني متعاونه. طيب بالنسبة للتكييف احنا حاليا حاطينه على ثلاث مراوح، بس انت عمر عندك تعليق عليه؟ لا التكييف بتاعها مش احسن حاجة موجودة يعني، انا كنت راكب قبل دي فيها تيبو كان التكييف بتاعها احسن من كده بكتير. هو التيبو تكييف احنا عارفين ان هو ياباني، وانا كنت متخيل ان ده ياباني، لانه عامة دي معلومة انه غالبية الناس اللي بتجيب مثلا نقل حركة هنا ايسن فياباني، فبيجلي بيجي بقى جاي مع التكييف. مش عارف ليه التكييف مش حلو، ما بيسقعش كفايه، ما بيسقعش بسرعه الصبح، ما بيسقعش، تحس ان انت حران برضه، لكن بالليل الموضوع مختلف يعني بتحسن شويه. بس يمكن انت حاكم عليه في ال 43، ما تنساش برضه عربيه فرنساوي مش معموله للاجواء بالنسبه لها جيلها يعني فاهم اخرها 30 ده يبقى حر كمان 30 يبقى حر عندهم، يبقى في ناس نار بتتوفى هناك عندهم ال 30 بيتعبوا بقى بيقعدوا في البيوت. احنا ال 30 ده بالنسبه لنا ايه ده كاو شتا وسقع عامل بالجاكيت. فانت بتقول التكييف مش احسن حاجه؟ لا التكييف بتاعها الصراحه مش يعني متوقع يبقى احسن من كده. طيب استنى شويه عليها، ما تحكمش دلوقتي، احكم لما كمان تعدي بيها 1000 كيلو وتشوف العربيه فاقت اكتر معاك ولا لا، ممكن كل حاجه تتحسن عامه. ولكن انا حبيت اسالك انت عشان الناس تاخد انطباعك انت عن التكييف. هو فعلا يعني مش جامد قوي، هو ده التعليق اللي انا حاسه حتى في يعني النهارده، مش الجو مش حر، درجه الحراره لا حر 38، ولكن الموجه الحر انكسرت يعني، ومع ذلك برضو هو ايه يعني الهواء اللي طالع منه مش ساقع قوي. في وسط المدينة عربية صغيرة هاتش باك لذيذة جدا، طب اكيد ركنتها مفيش اسهل من كده، وارتفاعها من الارض كافي جدا بالمناسبة عشان اللي بيسأل برضو. انا كنت لسه بتكلم مع عمرو واحنا بنطلع من كام مطب عاملة ايه في المطبات الكبيرة، قال لي لغاية دلوقتي انا ما تمام يعني مفيش حاجة مضايقاني خالص، بس الكاوتش بيدبدب. بس هي هاتش باك تقليدية يعني، وعايزة تقول وعايز تجري العربية. طيب تعالوا نجربها على الطريق السريع ونشوف الانطباعات عاملة ايه في الثبات والاتزان. طيب على الطريق المفتوح في تعليق برضو، بدال البنزين والفرامل قريبين قوي من بعض، مقاس رجلي انا 44، عمر مقاس رجله 45 فبيعاني شوية يعني، قريبين شوية من بعض، الحتة اللي هي اللي تحت دي قريبين من بعض قوي. عزل الصوت في العربية دي عامة كويس لغاية 150 كويس قوي، والعربية أكيد خفيفة جدا واضحة جدا كمان، خفيفة وثابتة جدا على الطريق. الكاوتش ده حلو قوي، والتعليق بتاعها رياضي 100% يا جماعة يعني حاد، كانت عايزة جير بوكس فيه 8 نقلات وكانت تبقى طايرة زي الدي اس 3، لو كانوا نزلوها بالايسم بتاع الدي اس 3 اللي هو 8 نقلات كانت تبقى هايلة العربية، بس على طول بتجمع سرعة عالية قوي بمنتهى البساطة. هاتش باك فعلا معلمة على كل حاجة في الهاتش باك، تعليق رياضي كاوتش رياضي واداء سريع لانها خفيفه، وموتور
عايز يقول دايما. تعالوا نجربها في مانيوال مود وانا في الاول. والثبات الالكتروني اتدخل على طول. لكن ثباتها هايل والدريكسيون بيتقل على السرعه بطريقه حلوه قوي. ولو اتكلمنا على دقه الدريكسيون، عربيه صغيره قوي فاقل حركه على الدريكسيون بتخليها تعامل بسرعه جدا. فزي كل العربيات الهاتشباك الصغيره الثابته بتلاقيها بتلف حوالين نفسها حلو قوي، فسواقتها حلوه على الطريق السريع. نديلها كده كيك داون نشوف الارتقاء. المواتير دي مجرد ما تطلعها من الجزء التحتاني من الار بي ام بتفوق قوي. فرامل العربيه حلوه وسهل التنبؤ بيها، مش اللي هي بتفرمل فجاه ولا حاجه، حلوه. وطبعا على وزنها اكيد حلو. ولو انت سايقه في مانيوال ونسيت هي بتنقلك، نسيت تنقل هي بتنقلك، فدي حلوه. بس في الملفات ثابته جدا كمان. والعزل مجملا فعلا في العربيه كويس قوي. تجربة التسارع ونشوف ال 8.7 دي حكايتها بالظبط. طيب يا جماعة تعالوا نجرب تجربة نشوف هنقدر نكسر حاجز ال 10 ثواني. حطيتها في مانيوال المرة دي وهسيبها هي تنقل. دي أحسن شوية. تسعة 17 تمام. كده قريبين جدا من الرقم الاصلي بتاع العربيه. رايي ايه في العربيه؟ الكاوتش بتاعها البايلوت سبورت زي ما قلنا هايل في الثبات. العربيه على الطريق السريع ثابته جدا، في الملفات ثابته جدا، ونظام التعليق بتاعها كله مايل بوضوح الى الرياضيه. والعربيه تقريبا ما فيهاش اندرستير، ثابته قوي في الملفات، يعني ممكن تجري بيها جامد العربيه دي. بتعلم علامة الهاتش باك كويس قوي، دي واحدة من المواصفات للشباب انها لازم تبقى ثابتة وبتجري حلو. طبعا في المقابل البايلوت سبورتس دول خشنين شوية، والبروفايل ال 45 دول بيدبدب مش بفظاعة، اوكي؟ في حاجات اوحش من كده بكتير، لو كانت 18 كنت مش هتبقى طايق نفسك يعني. يعني البوصة دي كانت هتفرق جامد قوي. بتدبدب شوية بس مش بفظاعة، لكن طبعا في المقابل بتاخد ثبات هايل. والعربية فعلا كهاتش باك ثابتة جدا على الأرض، وعزل الصوت فيها كويس قوي. يعني لغايه 150 155 كان عزل الصوت كويس قوي. على السرعات دي بتسمع الكاوتش برده شويه عشان البروفايل، بس خلاص انت عايز الكاوتش ده وفعلا هو فارق اكيد مع العربيه. العربيه ثابته قوي على الارض. وسط المدينه سهل قوي القياده، ما اتكلم مفيش كلام كتير عليه. بتدبدب شويه في المطبات ومش واطيه على الارض خالص، بالعكس بتعدي المطبات كويس قوي.
التكييف، التكييف مجملا بعد التجربه كلها لازم تبقى معليه قوي عشان يحوق، يعني هو زي التكييفات الاوروبيه التقليديه اللي هو بتسمع صوت هواء عالي والتسقيع نفسه مش عالي قوي، مش زي الياباني اللي هو ما تسمعش صوت هواء والتسقيع عالي قوي. ولكن برضه في اخر الرحله انا كنت اوكي. طبعا انا عارف هو مش زي بجوده الياباني ولا الكوري كمان، يعني دول احسن شويه، وفي عربيات صيني برضه ممكن تلاقيها كويسه. هو تكييف اوروبي في الحته دي قوي. نقل الحركه مع الموتور حلوين جدا، وفيها المود المانيوال، والمفروض كان يبقى فيها سبورتس مود الصراحه، يعني حرام ان ما تنزلش بمود رياضيه. وده يجيبنا للتسارع، احسن رقم جبناه في التسارع 9.17 في جو حر 38، يعني قريب قوي من 8.7، فانا في دي مبسوط يعني. والعربيه اول لما بتطلعها من ال 1800 2000 ار بي ام التلات اسطوانات بيصحى معاك ويفوق، وبالعكس صوته حلو شويه، يعني في كده الصوت بتاعه لذيذ، فبتجري وبتجمع سرعه عالي ما عنديش شك. برضه فيها شويه سيفتي فيتشرز لذيذه، انها بتحذرك من العربيات واللي بتقرب لها من غير ما تعمل لك دوشه ولا حاجه، هي بس بتدي لك في شاشه العدادات قدامك ان العربيات مقربه، وفيها لين اسيست، يعني هي كمان بتقدر بتهز الدريكسيون وعايزه تدخلك الحاره. ف بس ما انصحش برضه عشان انتوا عارفين حكايه الشوارع عندنا والتخطيط بتاعها كده. يعني لو مدهون بكره ممكن تجربه، او لو مدهون امبارح جربه، ايه بكره دي؟ لو ده لو لسه الشارع مدهون فريش يعني جرب، بس بعد اسبوع ما وعدكش، يعني هتلاقي الدهان راح والعربيه مش فاهمه هي بتعمل ايه. الحاجة السلبية فعلا اللي ما عجبتنيش في التجربة كلها هما البدالات، بدال البنزين والفرامل قريبين قوي من بعض، مش مريحة يعني، او محتاج تصنفر رجلك من الجنب شوية. ينزلوا معاه صنفار عشان تاكل حتة كده، او لو جزمتك عريضة اكششها شوية. ده انتقاد. التكييف فعلا انتقاد شويه، ان هو لازم يبقى عالي قوي عشان يحوق، وبعد كده فعلا بيسقع وكله تمام جدا. غير كده بالنسبه لانها هاتش باك، طبعا غير المساحات الخلفيه، انا قلت لكم دي وانا بستعرضها لكم في اوبل، المساحات الخلفيه مش يعني مش عمر مش هيقعد مستريح، انت لو رجعت ورا مش هتعرف تقعد، بالذات في وضع الكرسي بتاعك، فانت برضو ما شاء الله انت ايه 190؟ لا 188. قربت قوي يا عمر، يعني انت قاسي قوي عليا يا عمر، يعني 2 سم ماشي. فالمساحات الخلفيه مش كبيره طبعا، بس هي هاتش باك فعلا معلمه بقى، لذيذه وعلى الارض سواقتها ممتعه، ده اللي اقدر اقولها لكم. على الطريق كمان بتلمع اكتر وبتبان اكتر على الطريق السريع اكيد، لان سواقتها حلوه على الطريق السريع. بس ده كان رايي فيها بصراحه. ميرسي يا عمر ان انت اول لما استلمت جبت لنا العربيه، بجد مش عارف اقول لك ايه، حاجه احلى من كده ما يجيش. وثانك ان انت خليتني اجرب العربيه، اشكر عمر جامد جدا. وبس لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه وادخلوا على انستجرام عشان تشوفوا كواليس القناه. سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها.